vinden en forsen. Wat lachen? Maar is moesten weg. Zie je zijn kop in dan. Falla, de vijand. En wil ik de schaar. En een arve toels. Toen is het dansen. En een maat van dag. الأمور لا يمكن أن تسير هذا المسار بهذا الإرجاء بهذا النحو. هذه مسؤولية تاريخية، هذه بلاد، هذا التاريخ، هذه حضارة ما نجموش نلعبوا بها. تفضل معي جواب سوكر. راديو جوهر فام الجمعة 30 أفريل 2021. افتقدت المدة الأخيرة السيد رئيس قيس سعيد رئيس بلادي العزيزة تونس، والأحساس بالفقد والافتقاد أحساس طبيعي، خاصة وإحنا كأفراد نمر بفترة نفسية حرجة في أشد الحاجة لرئيسنا اللي انتخبناه بكل حرية وديمقراطية، في حاجة ليه باش يهزلنا المورال، يطمننا، يقولنا كلام يكون بردا وسلاما. الجائحة عملت بعمايلها، مرمدتنا، أفقدتنا توازننا النفسي واستقرارنا الصحي، وإحنا كما قلت في حاجة لسند عزوة. يخي مش قال الرئيس إن على العهد لا باقون وثابتون، ولا كلام مبارح، ولا اللحظة التي سوف تأتي لم تأتي بعد. يظهر لي ما ثماش لحظة أصعب وأخطر من هاللحظة هذه اللي تمر بها تونس، لحظة وفاة أكثر من 10,000 تونسي بسبب الوباء. رجعت كالراجل المليح لصفحة رئاسة الجمهورية، انثبت وانبتبت. لقيت آخر نشاط أجرى السيد الرئيس كان يوم 22 أفريل في استقبال الوزير الخارجية المصري، محملا برسالة من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبلها بنهارين نشاطه في المنيهلة في وزيارته القهوة الحومة متاعه اللي كان يسكن فيها. اليوم 30 أفريل معناها 8 أيام كاملة والرئيس غائب عن المشهد تماما. والله لو كان جات عطلة ولا الأمور ماشية والأمن مستتب نقوله ما يسالش الرئيس تعب في حاجة للراحة في هالشهر الفضيل، شهر الصوم والتعبد وقيام الليل. أما البلاد مقلوبة والناس قاعدة تموت والسيد الرئيس محتجب عن الأنظار. جماعة الحكومة الموقرة طلعوا لقحوا وفاو وزراء ومستشارين ومديرين عامين، أي قالك زوم يلقحوا تواصل الدولة وعندهم الأولوية زادة كان عجبك وهما أبجل. أما الشعب الكريم له رب يحميه. هذيك فضيحة أخرى، التلقيح خلصة ونرجعوا لها. قلت الحكومة لقحت وحتى المديرين العامين لقحوا، أما السيد الرئيس مازلنا ما نعرفوش لقح ضد الكورونا ولا لا. كيف تحل صفحة الرئاسة؟ تلقى مقدمة عبارة على ميثاق، عقد أخلاقي بين الرئاسة والناس اللي يقرأوا هذا، وسنسعى من خلال هذه الصفحة إلى تكريس الشفافية والانفتاح في العالم الخاص بكل أنشطة الرئاسة ومواقفها وسياساتها، لتكون الرئاسة لا فقط مؤسسة تخدم وتحمي سيادة الدولة والمصلحة الوطنية العليا، بل أكثر من ذلك كتابا مفتوحا ومؤسسة تتبنى الشفافية قولا وفعلا، قطعا مع الماضي وتمشيا مع مبادئ ثورتنا المجيدة. وين الشفافية؟ وين الكتاب المفتوح؟ لا حوارات صحفية أجراها السيد الرئيس مع القنوات الإذاعية ولا التلفزيونية ولا حتى الجرائد، بالعكس ما فما كان التعتيم. رئاسة جمهورية بلا ناطق رسمي، بلا مستشار مكلف بالاتصال. ثم صفحة رئاسة الجمهورية صفحة خاصة بأنشطة الرئيس مش مؤسسة الرئاسة، ما تهبط حاجة كان كيف يتنقل من بلاصة لبلاصة ولا كيف يتكلم. ثم الصفحة كما قلت ما فيهاش تحيين من نهار 22 أفريل، ضعف اتصالي فادح في مستوى الصفحة. رجعت قلت خلينا نقارن باش ما نظلمش رئاسة الجمهورية والزملاء الأصدقاء المكلفين بالاتصال. رجعت صفحة رئاسة الجمهورية الفرنسية، نلقى التحيين بالساعات، تعديوش ساعتين ثلاثة وما تلقاش نشاط. صفحة رئاسة الجمهورية ما فيهاش كان نشيط ماكرون، فيها نشيط ماكرون رئيس الفرنسي، أما فيها زادة نشيط رئيس الحكومة الفرنسية زادة، فيها ومضات تحسيسية ضد الكورونا، فيها جرافيك وإحصائيات ودي تابلو ومواقيت وفئات عمرية. صفحة تعمل كيف تحفزك، تدعو المواطن باش يلتزم وباش يفهم شنو قاعد يصير في البلاد. احنا في وضع صحي خطير، الجيش الأبيض
اللي الرئيس مو قال انا قائد لعلى القوات المسلحه الكل بين فيها الجيش الابيض. زاد نتصور الجيش الابيض قاعد يعاني يهز وينفذ وحده ما فماش تلقيح. ورغم كل ذلك فان الرئيس محتجب ومتغيب. البلاد كلات بعضها بالتسريبات والاتهامات المباشره صف لرئاسه الجمهوريه ولا حد خرج وضح او تبرى او انفى تهم. اللهم الا احيانا نوفل سعيد شقيق الرئيس يخرج على صفحته الفيسبوكيه يحط بعض التوضيحات. البلاد قادمه على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وين رئاسه الجمهوريه؟ شو موقفها هون الدبلوماسي في رعايه هالمفاوضات وفي مساعده الحكومه؟ راهي حكومه تونس مش حكومه الموزمبيق على وصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. السيد رئيس الحكومه سي هشام المشيشي قعد غاطس بينا في الماضي من غزوه بدر في القيروان الحج او زياره الغريبه في جربه. رئيس مجلس النواب كيف كيف غاطس في ترهاته السياسيه وفي عركاته الشخصيه. والسيد رئيس الدوله اختفى نهائيا. سيدي رئيس الدوله رقلت الشعب يريد، اما اليوم الشعب يموت.